مساء الخير أعزائي المشاهدين، مرحب بكم في قناتنا سودانية 24 من برنامجنا الخاص نكهة خاصة، وإن شاء الله نقدم لكم النهاردة أحلى الأكلات، أكل خفيف وصحي، وإن شاء الله يشرفنا ويسعدنا إن يكون معانا الدكتورة إسلام مرغني خبيرة اختصاص التغذية، وتشرفتينا دكتورة إسلام. بك يا شيف مرحب بيك، إزي محمد، حضرتك؟ وسعيدين جدا ان نكون في حلقة في نكهة خاصة، وتحية تحية جميلة وخاصة لكل متابعين سودانية 24 في نكهة خاصة. مرحب بيك يا دكتورة. ده برنامجنا طبعا ان شاء الله هنقدم فيه اكلات خاصه، ايوه ولازم يكون ليها نكهات خاصه اكيد نقدر نقدمها للناس وتبقى سهله وبسيطه ان هم ان شاء الله يحققوها معانا، وان شاء الله يترسلونا على مواقعنا في الفيسبوك، ايوه طبعا، وارقامنا نازله في اسفل الشاشه، تتواصلوا معانا ان شاء الله وتقولوا لنا ارائكم وتسالونا الاسئله اللي انتم حضرتكم عاوزينها كلها طبعا تسالونا ليها. اكيد. وطبق اليوم نقدمه لحضرتك معانا طبق مكرونه بالصلصه مع اللحمه المفرومه، اوكي، معانا شوربه عدس بالشعريه، معانا طبق بسكويت حلو مع الكريمه، جميل. طبعا ننكهه بنكهات كتيره، شوكولاته وكاكاو وكده، هنديها هنشرحه لحضرتك ان شاء الله مع الشغل. نبتدي مع بعض الاول، نبتدي نعلق اول حاجه، طبعا انا اللي بحب المكرونه اهو. هنبتدي اول طبق مع بعض شوربه العدس، اوكي نبدا عشان بالعدس. بتاخد وقت شويه، هنبتدي نحط الحلة كده على النار. طبعا العدس يا العدس شيف، طبعا مكوناته يعني بسيطة، وفي نفس الوقت من الأطباق المميزة اللي ممكن تنفع للصيامي، ممكن تنفع للأوقات البرد بتدفي. وحضرتك طبعا هتشرح لنا الفوائد الصحية بتاعته. طبعا اكيد العدس بيعتبر من البروتين النباتي، مهم جدا. طبعا يعني فيه فوائد غذائية او قيمة غذائية عالية جدا، لانه بيكون فيه هو البروتين زي ما ذكرنا، وفيه غير الفيتامينات التانية المهمة، عشان كده بيعتبر من الاطباق الصحية والمغذية في نفس الوقت. طبعا احنا في السودان بناكل هو يعني دي بناكل طبعا دي طريقه بتاعت شوربه شوربة. لذيذه، احنا ايام تانية ان شاء الله هنعمله بطريقه هنديه، هنعمله بطريقه اوروبيه كده يعني. احنا في هنشرح السودان مع بعض مع بناكل حضرتك تقيل شوية. المكونات. يلا هنشرح مع حضرتك المكونات. مكوناتها تكون عدس معاها جزر، بطاطس، بصل، ثوم، بهارات زي المستحبه، اوكي، ممكن نضيف معلقه كركم بسيطه عشان لو اللون الناس بتحبه اصفر شويه، بسيط من القرفه. هنحمص عيش بسيط كده عشان ايوه بعد كده نعمل كريتون فوق الشوربه يعني. اوكي، هننزل اول حاجه هننزل بالزيت، بالزيت، زيت بسيط، دي من الشوربه اللي بتتميز ان هي ما فيهاش دهنيات كتير. طبعا هننزل بالبصل، طبعا اول مره انا يعني عدس بشعيريه، دي اول مره بصراحه. هي بالشعريه ديت شوربه يعني يعتبر من الاصناف الصيامي اكتر، الناس طيب بتحب تعوض منها طب اكتر ممكن توضح للناس الصيامي قصدك بيه شنو؟ لانه طبعا الصيام احنا ده ما بيبقاش فيه لحوم، ايوه الاخوه الاقباط الايام ديت مصايمين طبعا، ايوه اوكي، فاحنا بنحاول نعمل لهم برضو اصناف معانا ان هم يقدروا ياكلوها، وفي نفس الوقت تعوضهم القيمه الغذائيه اللي اللي هم بيستفيدوا منها بيستفيدوا من، بروتين ايوه هو اساسا، طبعا العدس ده ما بديل فيه ممتاز بروتين جدا كبير طبعا. للحوم، ايوه طبعا، لانه هنا احنا ما بنستخدم كثير مصطلح صيامي. صيامي معناها شنو؟ اكل خالي من اللحوم، لانه هو في فتره بيكونوا طبعا يا شيف. نذكر اي برضو تقطيع المتابعين، برضو نذكرهم انه عندنا ارقام التواصل وحساب صفحتنا على الفيسبوك، عشان اذا كان عندهم اي اسئله وصلوا معانا بعد ما يجربوا ان شاء الله ويقولوا لنا ارائهم خلاص ان شاء الله. نشوف ده نشوف. الجزر، اي تقطيعه طبعا بتحاول تكون صغيره عشان تستوي. ننزل بالعدس معاه، ما بالضروري تبله، لا مش لازم، أوكي. ممكن احنا ما بنحاول نديله قيم غذائيه عشان يقدر يكون بقيمته الغذائيه، زي ما بنقطع بطاطس احنا بنحاول نجهز كل الخامات بالامكانيات اللي موجوده عندنا في البيت. ايوه طبعا البطاطس في ناس بتستحبها وفي ناس ما بتستحبهاش، هي طبعا بتديها قوام، الشوربه بتديها قوام كويس يعني. بعدين حتوصل مرحله الهرس يا شيف، صح؟ كل ده هيتضرب مع بعض في النهايه، عشان حيتضرب كده انا بحط كل المكونات مع بعض. مع بعض. اوكي. نقلبها كده كويس زي ما حضرتك شايفين. بنقلبها بس مع البصل بدون اي اضافه مويه.
بنضيف الميه بس بقى نحاول نديها يعني نار بسيط عشان العدس يذوب مع النكهه بتاع الخضار. اوكي ياخدها. هو كله طبعا في النهايه بتضرب، بس طبعا بيبقى الدقيق ليه نكهه خاصه كده في برنامجنا الخاص. زي طبعا زي النكهه خاصه في برنامجنا، نكهه خاصه. هنحاول نحط بسيط من الميه بقى. ما كتير يا شيف؟ لا ما كتير، يعني على حسب الكميه اللي احنا محتاجينها في البيت. انا حطيت كوب واحد عدس بس. اذا نضيف الميه بمعادل كوبايه العدس. زي 3 كده 4 كوب عدس على حسب القوام بتاعهم، ما انت عاوزين في قوام تقيل وفي قوام خفيف. العدس كانوا زمان بيقولوا عليه اكل الملوك، يعني في مرحله زمان في الملوك كانوا بياكلوا العدس فبيقولوا عليه اكل الملوك. وهي كمان من الشرب المميزه اللي لها لون، لها لون ونكهه خاصه في الطعم طبعا. لكن بس الحاجه التنبيه البسيط، اذا كان الزول يعني يا شيف عنده حموضه وحرقان بشكل عام ما ياخذ العدس، لانه العدس من الحاجات اللي بترفع حموضه المعده. فبالتالي يعني اغلب الناس مثلا بتاكل عدس بتقول انا بحس بحموضه وحرقان. فاذا كنت انت بتعاني، يعني اي شخص بيعاني من المشكله دي، يفضل ان هو ما ياخذ او ما يشرب عدس او ما يتناول العدس. ممكن نشوف خيارات ثانيه شويه كده دكتوره. خلاص يعني نديلها الميه بتاعتها ونغطيها. جميل. ونسيبها تستوي بقى براحتها جدا، بعد كده بننكهها في الاخر، وبعد كده بنشرح طريقه عمل الشعريه. جميل. والشغل ده معانا ان شاء الله. هنبدا شنو هسه؟ كده هنبتدي في مكونات الطبق الثاني. الطبق الثاني هنعمل مكرونه. هنعمل مكرونه. طبعا المكرونه النهارده انا هعملها بطريقه خاصه جدا. في ناس بتسلق المكرونه وتنزلها وبعدين تصفيها وتطلعها وتعمل الصوص لوحده وكده. دي النهارده احنا هنكهها جوه كله مستوي في قلب بعض. اوكي نشوف. يعني كله هيكون مع بعض قلب حله واحده. ما هنسلق الدبره. دي طرق سريعه طبعا للمكرونه نفسها. طيب نشوف. في طرق طبعا زي الثقافه الليبيه بيعملوا حاجه اسمها مبكبكه، دي في يوم ان شاء الله هنعملها. مبكبكه؟ اه مبكبكه. المكونات بتاعت الطبق النهارده المكرونه يكون لحمه مفرومه. مكرونه اي شكل حضرتك عاوزينه، بس احنا بنفضل طبعا الشكل اللي مستحب في البيت. اوكي. طماطم، البهارات طبعا المعتاده اللي زي ما اتفقنا ان البهارات دي على حسب المحبه في البيت، يعني على حسب الحاجه اللي انت بتحبيها ممكن تعملي عليها. اوكي اعزائي المشاهدين نبتدي مع بعض. الطبق الثاني ننزل بسيط من الزيت. وهنبتدي نعصج اللحمه الاول، هننزل معاها بالبصل. طب يا شيف سؤال، لانه ده انا دائما في اختلاف مع والدتي في البيت، انه انا بفضل انه اللحمه تتسوي مثلا تتحط مع الزيت او السمنه بعدين احط البصل، هل في فرق انه انا ابدا بالبصل وبعدين اضيف البصل؟ طبعا هو اللي بينكه الاكل، يعني من الحاجات المميزه اللي فيها. مثلا مع اللحمه لما تنزل معاها هتشيل الزفاره بتاعت اللحمه وفي نفس الوقت تعمل جوسي كده الصوص بتاعها. نبداها قبل اللحمه ولا احنا مثلا هنا نزلنا مثلا بحبيتين بصل مفرومين، هننزل معاهم بمعلقه ثوم واحده. تمام عشان ننكه شويه. اللحمه المفرومه طبعا دي احنا جايبينها لحمه عجالي. تمام. اوكي. الضاني في المكرونات وفي الحاجات دي بيبقى لها طعم تاني. لكن احنا هنحاول ننزل باللحمه اللي هي العجالي المتوفره بالنسبه لنا في اي بيت، حتى ممكن المجمده البقري. عادي ممكن المجمده، بس طبعا الفريش افضل، يعني بتكون ظريفه زي ما حضراتكم شايفين كده. كده نزلنا مع بعض البصل والثوم.
دكتوره احنا ندبل البصله كده وندبل اللحمه معاها، ننزلها معاها عشان تستوي معاها. طبعا اللحمه فيها مشكله مع ستات البيوت بعض الاحيان، ان هي بتبقى ماسكه مع بعض قطع، متكردمه، احنا بنقول متكردمه يعني مع بعض. احنا بنحاول ننزل كده على قد ما بنقدر بالمعلقه عشان تتفت، ونقلبها مع البصل، يتدخلوا مع بعض، اوكي، يتبلوا، او ننزل بمضرب، مضرب زي كده ممكن تقلبي فيه فتفه اللحمه، ونقلبها كده مع بعض. يعني بدل اللحمه تكون يعني زي ما بنقول احنا بنقول بالسوداني متكردم، احنا عاوزينها حبيبات صغيره على حسب فرم اللحمه، يبقى مفتفت. ايوه احنا زي ما بنقلب اهو مع بعض، نسيبها تستوي شويه، ننكه معاها المستحب طبعا مع اللحمه الفلفل الاسود. ايوه، واحد معلقه، تمام، لو مستحب كزبره ناشفه، في نعناع، ريحان، اوريجانو، اي نوع من الاعشاب. طبعا دي ليها فايده، بتدي نكهه للمكرونه، وفي نفس الوقت بتساعد في ان هي تشيل زفاره اللحمه. ننزل معلقه صغيره كده مع بسيط من الملح برضه، طبعا احنا بنحاول اهو واحده واحده. النار هاديه ولا دلوقتي ولا النار هاديه ولا عاديه؟ نار عاديه جدا، اي نار، ما هي بتسوي اللحمه بتعصجها زي ما احنا بنقول، او بنسويها لحد ما تتفتفت وتبقى لونها مختلف. معانا تليفون يا دكتوره؟ السلام عليكم شيف محمد الدكتور اسلام، وشكرا لكم على المواصفات والنصايح الجميله اللي بتقدموها لنا. مرحبا بيك، بتعرف بحضرتك. مرحبا بيك. اسماء محمد. مرحبا بيك يا استاذه اسماء، اتفضلي. عايز اسال، انه الشعريه احنا بنستخدمها عاده مع السكر والعسل، فانا حابه اعرف انه ممكن نستخدمها مع الخضار واللحمه؟ ممكن تستخدم مع انواع من اللحوم، وتستخدم مع انواع من الشرب، وممكن تتعمل بيها موالح برضو من انواع ثانيه، ايام ثانيه هنعمل بيها طواجن وحاجات كتيره ان شاء الله. هي لها استخدامات كتيره جدا، بس هو طبعا المستحب فيها في الحلو، بتبقى مستحبة مع اللبن والقشطة والحاجات ديت، بتبقى محبوبة يعني، لكن احنا بنحاول نعملها مع أصناف تانية ندخلها، لأن فايدتها برضو الغذائية عالية إن شاء الله. إن شاء الله بننتظر حلقات قدامي، وإن شاء الله نقدم لحضرتك برضو الأيام اللي جاية ديت وصفة سريعة كده مع الشعرية إن شاء الله، أو وصفات عديدة إن شاء الله مع الأيام اللي جاية في برنامجنا نكهة خاصة. وشرفتينا يا أستاذة أسلم. تسلم. طبعا احنا في برضو الشوربة اللي هي بتكون شوربة الشعرية بس، لكن بتكون ارهف من كده يعني، دي حسيت عريضه. في انواع من الشعريه، في منها الطويل، وفي منها الكريستال، في منها المقطع زي كده. أيوة. في ارفع، في يعني ايوه، الرفيع اللي هي بتتشرب كشوربه. ايوه، ما احنا اليوم هنعمل شوربه شعريه برضو ان شاء الله، هي لها استخدامات كتيره جدا الشعريه طبعا. أيوة. ومن ألذ الشرب برضو. جميله، شوربه خفيفه، شوربه خفيفه على المعده جدا، بيبقى بيون مثلا معاها وميه وبهارات او انواع خضار كده يعني. أيوة. زي ما حضراتكم شايفين كده بدأت اللحمة، بصوا اتفتفت ازاي، عملناها بالمضرب بقطع صغيرة زي البصل والثوم. فوائد شوربة العدس دلوقتي. ايوه دلوقتي طبعا الشوربه زي ما يعني دايما في العاده الناس بتفضل الشوربه، لانها شوربه خفيفه على المعده، بالذات حتى كمان للناس اللي بيكونوا مثلا عيانين كده، او بيكونوا مثلا عايزين دايت. لكن العدس هو بيعتبر من فيه نشويات كثيره يعني. مثلا نعمل حسابنا من الناس اللي عندهم سكري، لانه العدس برضه من اللي هي بترفع ممكن سكر الدم، لانه بيعتبر ماده نشويه. فكفايه كافيه جدا انه يعني شوربه العدس ممكن بس كوبايه، اللي هي شوربه بالنسبه للشخص المصاب بالسكري. بالنسبه للشخص اللي عايز يخس ممكن ما مشكله، بس يفضل انه برضه ما يكثر اكثر من كوبايتين. طب احنا يا دكتوره احنا دلوقتي عمالين نقلب في شوربه العدس عشان المكونات تستوي مع بعض كلها. أي. وعشان ما تمسك تحت في الحله، ما تمسك، وادينا مع بعض واحده واحده كده نقلبها كل شويه، وبعدين نغطيها تاني نسيبها تاخد تسويتها براحتها. البخار طبعا لما بيكتم بيديها درجه تسويه اسرع،
ونرجع تاني للحمه زي ما حضراتكم شايفين اهو. طيب يا شيخ احنا كده سوينا اللحمه كويس جدا. طب اذا ضفنا للحمه اللي هو مثلا بقدونس او ممكن في النهايه، احنا في النهايه هنعمل الفينش بتاعنا مع بعض من الخضار انواع جبن، ممكن تضيف عليها اي شيء انت مستحبه. بس المكونات الاساسيه طبعا في البيت بيبقى في ناس ما بتحب الجبن، في ناس ما بتحب الخضار، في ناس ما بتحب البقدونس، فبنحاول نعمل الحاجه الصنف العادي وبعد كده احنا بنضيف الاضافات دي فوق مع المكرونه ان شاء الله. ان شاء الله ده كده احنا ايه اللحمه استوت اهي. هنبتدي بقى نديها صلصه الطماطم. تمام، وبعدين ننزل بالطماطم مقطعينها حبيتين طماطم كده مقطعينها ومعلقتين ثلاثه صلصه كبار على حسب الكميه اللي حضرتك بتحبيها في البيت. نبتدي نقلبها كده، بدأوا يتدخلوا مع بعض. نقلب مع بعض كده كويس كويس. تاني ممكن الناس هتعمل سمنة برضه. نطلع مع حضراتكم فاصل ونرجع تاني ان شاء الله في برنامجنا نكهة خاصة. رجعنا لكم في برنامجنا الخاص نكهه خاصه. مرحبا بك يا دكتوره اسلام، ورجعنا لحضرتك تاني ونتابع تاني العدس. كنت سالتك قبل الفاصل اذا طبعا اكيد في ناس هتضيف سمنه. السمنه هتضيف، في ناس بتحب السمنه الزبده، انا عملتها بالزيت. هي طبعا اساسا صحيه جدا الشوربه لان فيها مكونات كلها خضروات بروتين من غير ما يكون فيها لحوم ولا دهنيات ولا كده، فاحنا بنحاول نقلبها كده كل شويه عشان المكونات تتمزج مع بعض وما تمسك من تحت. اوريهم بالمضرب او لو معلقه مفتحه مثلا زي الشوكه او كده عشان تفضل اللحمه منسجمه مع بعض قطع ما يبقى فيها زي ما حضرتك بتقول كردومه كده. كردومه ان شاء الله. انا ما عارفه في البيت بيقولوا شو، لكن احنا بنقول يعني متكردم. طبعا بتختلف بالثقافات كلها، بتختلف متلبك يعني كده. احنا بنحاول نقدم في برنامجنا نكهات خاصه بابسط الشيء. انا ما بعملش حاجه صعبه، احنا بنحاول نعمل كل حاجه سهله وبسيطه اي ست بنت تقدر تعملها. وطبعا اهم حاجه في الموضوع يا شيف انه اي اكله بتكون مناسبه للعائله وفي نفس الوقت اقتصاديه وفي نفس الوقت انه الاسره كلها تحب يعني الاكلات الاقتصاديه جدا. اكيد ومعنى صح زي ما بيقولوا اكل العزابه. ممكن الشباب بيتصلوا كتير عاوزين نعمل حاجات بسيطه في البيت بسرعه، بنيجي متاخرين كده، دي من اسهل الاكلات اللي ممكن تتعمل باسرع وقت. ممكن بدل العزابه ممكن اقول لك اكل المراه العامله خاص جدا. اكل المراه العامله بتكون جايه من الشغل طوالي، بس فيها ابسط الطرق وفي نفس الوقت بالطريقه الاقتصاديه ان ممكن اي ست بيت باقل الامكانيات تعملها في البيت. ما عملناش حاجه صعبه، هي بهارات ولحمه عاديه موجوده في اي بيت، طماطم بصل والمكرونه والعدس طبعا موجود في اي بيت مع الخضار اللي احنا عملناه. ما بنحاولش نصعب الامور. أوكي. احنا عاوزين نجهزها عشان تكون اي ست بيت تقدر تعملها، وان شاء الله ترسلنا على الفيسبوك ويتصلوا علينا ويسالونا الاسئله اللي هم عاوزينها ان شاء الله. ان شاء الله. انا متمنى نعمل هاشتاج يوم يا شيف اذا عملنا طبخه مثلا وست بيت قامت عملته في حلقه يعني بعدها بكم يوم، ممكن تصور لنا ترسل لنا هي عملت كيف او كان شكل الطبخ. ممكن احنا على صفحتنا في الفيسبوك ممكن نعمل حاجه زي دي. ايوه نستقبل الصور برضو يعني التفاعل حلو. ان شاء الله يوم هنعمل مسابقه على فكره، هنجيب اثنين هنا ونعمل لهم ان شاء الله مسابقه من ست بيت، كل ست بيت اثنين ويجوا ان شاء الله نعمل لهم اصناف ويجوا يتسابقوا هنا معانا ان شاء الله. نشوف ان شاء الله. نرجع كده نقلب اللحمه ثاني زي ما احنا اتفقنا، حطينا البصل الثوم اللحمه قلبناها كويس، بعد كده نزلنا بالصلصه الطماطم مقطعينها صغيره،
وننزل بالبهارات، الفلفل، الكزبره، الكزبرة. النعناع، النعناع او الريحان، او اوريجانو او ريحان، اي حاجه مستحبه ممكن تحطيها، الملح، الثوم، وزي ما قلنا بقى احنا ممكن الشوربه نضيف سمنه، نضيف زيت، حاجه زي كده. نتلاقى مع حضرتك التليفون. اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحييكم وبحيي البرنامج الرائع بتاعكم. مرحبا بيكم، وسعدنا ان احنا سمعنا صوت حضرتك. متعرف بحضرتك؟ انا رؤى عادل. اهلا وسهلا رؤى. اهلا بكم. عاوز اسال عن القيمه الغذائيه للمكرونه. القيمة الغذائية للمكرونة، أول حاجة أشكرك على اتصالك. المكرونة تعتبر من النشويات أو الكربوهيدرات، الفايدة فيها إنها هي بتمد الجسم بالطاقة اللازمة، يعني بتعتبر زيها زي العيش، بتعتبر زيها زي القراصة، زي الكسرة، دي تعتبر كلها كربوهيدرات ونشويات. ممكن الواحد يتناولها في يعني في اذا كان في وجبه نكتفي بطبق واحد من النشويات، يعني ما نفضل ان احنا ناكل مثلا مكرونه وعيش وعصيده او في قرصه في نفس الوقت. ليه؟ لانه ده حيرفع علينا سكر الدم. بالتالي ممكن الشخص اللي قدامي اذا واصل على نفس البرنامج ممكن يعني يدخل نفسه في وزن زائد. لكن عموما بشكل عام تعتبر المكرونه زي ما ذكرنا مصدر للكربوهيدرات والطاقه، بس ما نحاول نكتر منها بشكل كبير. نشكرك على الاتصال. نرجع تاني يا دكتوره، لسه بنقلب في اللحمه اهو. نسيب الطماطم والصلصه تستوي كويس جدا مع اللحمه عشان تبقى متمزجه مع بعض. ايوه، لان خلاص احنا المفروض لما ننزل المكرونه نكمل بقيه تسويه اللحمه مع المكرونه. طبعا احنا قلنا النهارده هنعمل المكرونه بطريقه خاصه شويه، ما هنسلق مكرونه ونصفي ما ونعمل كبالك. ساكت حاجه كتير. عايز اعرف كيف هنحطها بدون يعني هنضيف ده مثلا زي نص كيلو مكرونه. طيب هنضيفه هنا في الحله دي. هيوقع حضراتكم احنا ما ضفتش حاجه لسه، ما ضفتش اي حاجه. من قبلك بسال نفسي. نطلع بقى المضرب بتاعنا كده. جميل. نقلب مع المكرونه. اقول يا شيف ناشفه. حتى نشفت المكرونه، نضيف لها الميه بتاعتها. أوكي. بس لازم توزيني الميه عشان ما تطلع سليمه زي ما هي. بس زي ما يقول واحد اول مره يعرف ان المكرونه ممكن تكون ناشفه. ننضف دي كده بسرعه. ايوه ننضف. ونقلب كده، شايفين يتمزجوا مع بعض ازاي؟ شايفين الالوان بقت كده روعه. هنسيبها 5 دقايق بالظبط، وبعدين نضيف لها الميه. اوكي. الميه سخنه ولا بارده يا شيخ؟ لا مش لازم، ممكن بارده عشان تاخد تسويتها براحتها مع اللحمه. اوكي. ونضيفها عليها واحد. طبعا ما بتاخدش نفس كميه الميه بتاعت السلق، بتاخد كميه بسيطه اقل عشان اخذت حراره مع اللحمه اصلا. ما هي اللحمه هتنزل ميه، والطماطم اللي احنا حطيناها والصلصه كلها فيها ميه. نبتدي نضيف عليها اول باول، احسن ما نضيف كميه كبيره من الميه وبعد كده ما نعرفش نعالجها. احنا نحاول ننزل بسيط من الميه لانها محتاجه تاني نزود لها تاني، مفيش مشكله. نقلبها كده. اسمها مكرونه بالصلصه مع صوص اللحمه احنا بنعملها. طبعا في انواع تانية كتير من المكرونات، في مكرونه بولونيز باللحمه المفرومه برضه، بس احنا طبعا بنعملها بنعمل الصوص لوحده. أوكي. يوم هنعمل يوم خاص ان شاء الله عن المكرونات، الاسباجيتي، الفوتشيني، القلم، البيبي، كله هنعمله ان شاء الله، وكله انواع صوصات مختلفه، صوص الجبنه وصوص اللحمه المفرومه. جميل. صوص البولونيز، صوص الطماطم. هنبتدي مع بعض. في بعض الاحيان المكرونه بتكون بالميت بولز اللي هي، او اللحمه تكون مكوره بشكل كبير، بس سباجيتي ميت بول. بس بتكون دي زي الداود باشا كده. يوم هنعمل الداود باشا ان شاء الله، هي بتبقى برده كور بلحمه صغيره. وبعد كده بننزل معاها مع صوص المكرونه برده لوحدها. اوكي ممتاز. احنا كده شايف حضراتكم الميه غطت يا دوب حاجه بسيطه مع المكرونه، مع المستوى المكرونه. هنسيبها كده شويه صغيرين ونغطيها، بعدين نرجع نقلب الشوربه تاني ما ننساش. كل شويه نقلب الشوربه. شايفين بدات تتقل ازاي؟ ايوه صح. العدس بدا يظهر بلونه الجميل مع الخضار. نبتدي نقلبه كده كويس. شايفين المكونات بدات كلها تتمزج والعدس بدا يستوي. لو لقيناها محتاجه شويه ميه بسيطه ممكن نضيف حاجه بسيطه على حسب القوام اللي احنا اتفقنا عليه بتاع الشوربه. ممكن الناس بتحب الشوربه خفيفه وناس بتحبها شوربه تقيله، فاحنا نحاول نعملها وسط، او نعمل النهارده ان شاء الله شوربه يعني ايه تقيله شويه عشان الناس تستفاد منها اكتر مع طبعا الخضار. دي مليانه الياف يا شيف.
لانه البطاطس فيه الالياف، العدس فيه الالياف، يعني دي كويسه جدا يعني. شوربه من الشرب المفضله جدا، جميله جدا العالم، وخفيفه وفي نفس الوقت ممكن اي واحده تاكلها، وليها نكهه ولون خاص كمان. جميل يا شيخ. احنا طبعا بنحاول لو لونها، في ناس بتحبها لونها احمر بتزود الجزر تحط طماطم بتحاول تغير لونها شويه، في ناس بتحبها اللون الاصفر الطبيعي لون العدس الطبيعي، بس طبعا مع اللون العدس مع الكميات البسيطه ما بيجيب اللون على طول. الاصفر اللي هو اللون لون الكركم العادي، الكركم معروف في اي بيت بتستعملوه، ده نص معلقه بس كده بسيطه. شايفين اللون بدا يظهر ازاي، ونحاول ننزل معاه معلقه قرفه صغيره اوكي عشان ننكهها برده، بس معلقة بسيطة كده. البهارات انا ما بحبش الزم بيها حد، ممكن في ناس معينة بتعاني من حاجة معينة ما بتقدرش تستذوقها يعني، فاحنا نحاول مع بعض ان احنا نضيف الحاجة اللي احنا بنحبها في البيت. لكن هو الاساس طبعا الشوربة، النكهات بتختلف على حسب المذاق. هلو، ممكن ادي معلومة على السريع كده يا شيف. بالنسبة للكركم والقرفة، القرفة طبعا تعتبر من خافضات السكر، يعني اذا شخص بيعاني من ارتفاع في السكر القرفة 3 كوبايات في اليوم دافية حينظم مستوى سكر الدم. بالنسبة للكركم طبعا الكركم الان هو حديث زي ما نقولوا الطب البديل، لانه حتى بالنسبة اللي عندهم التهابات في المفاصل بيستعملوه كمان في التجميل كتير جدا. في التجميل جدا الكركم ممتاز جدا يعني، والقرفة حتى برضه في عمليات التخسيس وعمليات أيوة التجميل نفس بيستعملوه كتير الايام دي. أيوة. من اشهر الحاجات اللي ظهرت الكركم والقرفه. الكركم والقرفه ايوه، عشان كده احس الشوربه جنزبيل طبعا ايوه ده مضاد للالتهابات بشكل عام. شايفين لون الشوربه بقت اصفر حلو جميل ازاي، واخد لون العدس وضفنا له حاجه بسيطه، ده مستحبه ممكن على حسب ما انت عاوز لون العدس لوحده ممكن ما في مشكله. نغطيه تاني يسيبه يستوي شويه. نبتدي نقلب المكرونه، شايفين الميه لسه فيها زي ما هي. في ناس طبعا في اوروبا بيحاولوا يستعملوا المكرونه بالطريقه دي، يعني بياكلوها معاها الصوص بتاعها ده. احنا طبعا كعرب ما بنحب الحاجات دي كتير غير الحاجه تكون يعني لها قوام كده تقيل. ايوه فدي طريقه طبعا جديده على ست البيت انها تعمل مكرونه جوه الحاجه، اول مره ممكن ما تظبط معاها. أيوة. تاني مره بعد كده هتبتدي تعرف درجه التسويه مع كميات اللي هي بتعملها، فما تخافش تجرب وتبعت لنا وترسل لنا وتصور كمان. صوروا لنا اهم حاجه التصوير التوثيق عشان نشوف ان شاء الله. نقلب تاني الشوربه، الشوربه خلصت في مراحل التسويه الاخيره، هنخلطها بعدين صح يا شيف؟ طب ممكن تشرحي لنا بقى دكتوره فايد طبق المكرونه اللي احنا عاملينه النهارده؟ المكرونه طبعا زي ما قلت فيها لحمه، وفيها اللحمه دي اهم حاجه طبعا البروتين، وزي ما ذكرنا المكرونه زي المتصله. الحاجه دي تعتبر اكله قيمه غذائيه ممتازه جدا فيها، خصوصا اذا ضافت معاها صحن سلطه كده صغير. انا اعتقد ده حيكون شكل كافي جدا للغدا، ده حيكون يعني مقترح وجبه كامله طبعا مكتمله جدا. ليه؟ لانه حيكون فيها لحمه والبروتين الكربوهيدرات في المكرونه، واللحمه فيها البروتين، حيكون ناقصنا بس الخضروات اللي هو في السلطه الالياف كده، تعتبر وجبه متكامله جدا. تمام. نقلب تاني المكرونه يا دكتوره. اعزائي المشاهدين زي ما انتم شايفين يعني حتى ممكن تحط البازيلا اذا عايزه، ممكن اي نوع خضار ممكن نضيفه. انا المكرونه دي من النكهات الخاصه اللي ممكن تضيفي عليها اي شيء، جزر، بسله، فاصوليا، اي نوع خضار قيمه غذائيه انت تستفادي منه اعمليه، ما فيش اي مشكله. والاطفال طبعا بيحبوها، الاطفال طبعا مستلذة بالنسبه لهم انها حاجه خفيفه عليهم. حتى دي طريقه ممكن عشان اذا كانت الام يعني الاطفال ما بياكلوا سلطه او خضار، ممكن تحط لهم في نص الاكل، بتديهم قيمه غذائيه كلها. ايوه يعني الجزر والطماطم في نص الاكل بيقدروا ياكلوه. طبعا احنا مش عاوزين نعمل الشعريه دلوقتي، في ناس بتحب على فكره الشعريه دي اضافه، ممكن الناس تحطها على شوربه العدس وممكن لا. فاحنا هنحاول نعمل الشعريه باضافه النهارده مختلفه شويه عشان نضيفها على الشعريه. طبعا الناس هتقول لي احنا هنضيف الشعريه ازاي وبعدين نضربها في الخلاط، ممكن تضيفيها بعد كده. لو الشعريه اتضافت قبل الضرب بتاع الخلاط بتزيد قوام الشوربه، بتتقلها اكتر، واحنا اساسا حاطين جواها جزر وبطاطس والعدس نفسه بيعمل قوام للشوربه، فاحنا بنحاول نعملها في الاخر عشان تديها نكهه خاصه. النهارده يا شيف كله نكهه خاصه، نكهه خاصه، عاوزين كل الناس تجرب معانا نكهه خاصه، وتدوق وتنفذ وتصور وتراسلنا وتتصل علينا وتتسالنا في اي حاجه. طيب يا شيف لو حمسنا الشعريه ممكن؟ احنا هنحمص الشعريه لما نضرب الشوربه هنبتدي ننزل بيها طوال ان شاء الله. اوكي ان شاء الله.
عشان نقدر تكون يعني تستوي معاها شويه، لان احنا هنديها مرحله ثانيه بعد الضربه تحط زي 10 دقائق كده على النار عشان تستوي معاها الشعريه ثاني ان شاء الله. شايفين المكرونه بدات تغلي اهي، لسه الميه برده بتستوي معاها. طبعا الطماطم نزلت ميتها، ضفنا الميه، اللحمه المفرومه، كل دي اضافات بتحاول تسوي المكرونه بتديها نسبه سائل اعلى. طبعا معانا طبق ثالث النهارده اللي هو البسكويت بالكريمه، هنعمله عشان هياخد وقت برده شويه مع قبل ما الشوربه تستوي المكرونه. هنحاول نشرح مكوناته على الشاشه. المكونات بسيطه جدا، هنحاول نعمل طبق متكامل مع كل الاصناف اللي احنا بنعملها، حاجه خفيفه برده على المعده. بيبقى بسكويت، كريمه، قشطه او لبن، الحاجه المستحبه في البيت. ممكن تضيفي نسكافيه، قرفه، اي نوع فاكهه انت عاوزاه، زي ما حضرتك عاوزين. اي حاجه سهله متوفره في البيت احنا عاوزينكم تعملوها، مفيش اي مشكله. ما تستصعبيش الامور. الاكل ده يعني حب، الواحد لو حب الحاجه اللي بيعملها بتلاقيها سهله بالنسبه له. انت بتقول شعري يا شيخ. فانا عن نفسي اتعلمت بالطريقه دي، اتعلمت ان الحاجه لو الواحد تعملها حبها بحب. يعني تعمل الحاجه بحب زي اي حاجه في الدنيا. حبيتي تلبسي لبسه معينه مجهول الاكل نفسك بتلاقي نفسك فيها جميل، لكن احنا بنحاول نعمل مع الاكل نفس الحاجه نكهه خاصه. بقولوا الاكل نفس حاجه كده. نقلب كده مع بعض المكرونه. نقلب مع بعض برضو العدس تاني. شايفين بدأت تتقل ازاي؟ بدأت في مراحل التسوية الأخيرة خلاص. يلا هنضربها وهي سخنة يا شيخ. ممكن تتضرب وهي سخنة بخلاط، بمضرب، ممكن في ناس بتحبها كده على فكرة. يعني بتتعمل زي طبق زي المكرونة تقيلة. أيوة. ما بتبقى خفيفة. بس طبعا المستحب احنا عاملينها النهارده بطريقه الشوربه. يوم هنعملها مطبوخه زي الباميه، زي الفاصوليا، زي البطاطس، هنعملها بالنكهه ديت برده على الطريقه الهنديه. اوكي جميل. هي نكهه مستحبه جدا، ممكن الاطفال برده تحبها لان مستصاغه في الاكل يعني. يا ريت يا دكتوره تستعرض لنا الرسائل الموجوده عند حضرتك. اكون سعيده جدا. طبعا يا شيف، اول حاجه بقدم لك التحيه. في سؤال بيقول لك يا ريت تقدموا الاطباق المشهوره بها الدول زي المقلوبه والبرك. ما بعرف عن المقلوبه. المقلوبه والبرك 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 دي من فين؟ المقلوبه عرفتها، ديت اكله اردنيه من زي السعوديه، الامارات، سوريا، الناس اللي العرب هم اللي بياكلوا الاكل ده. ان شاء الله يوم هنقدمها لهم. ممكن حاجه بسيطه بس عشان هي يعني هي شنو مكونه المقلوبه؟ طبعا بيبقى فيها مكونات كتيره جدا. الثانيه البرك دي بتبقى عباره عن مجموعه من العجائن الصغيره كده محشيه، نوع من الخضروات، نوع من الدواجن، نوع من اللحوم. أوكي. احنا بنحاول نعملها بكذا طريقه لان هي طبعا في كل بلد بتتميز بنكهه خاصه معينه. اوكي طيب، السؤال الثاني يا شيف، يا ريت تقدموا اطباق خاصه بالمرضى. يعني احنا طبعا اتفقنا معاك انه حنعمل حلقه مثلا الناس اللي عندهم سكري، الناس اللي عندهم ضغط، حتى الحامل اللي عندهم انيميا. احنا زي ما قدمنا النهارده برضه يعتبر حلقه خاصه، برضه احنا مقدمين أيوة. حاجات صيامي كلها برضه وفي نفس الوقت الصحيه بتتعامل مع الكبير والصغير وكله. لا الشوربه، احنا عاملين يعني بنحاول كل حلقه ويوم كامل ان شاء الله احنا هنقدم اكل صيامي، اكل للضغط، اكل السكري. أوكي. للتخسيس، للرجيم، كل حاجه، حتى لزياده الوزن، لانه اغلب الناس بيكون عندهم مشكله الوزن. دكتوره انت هتعمل لنا مشاكل كثير. ما هعمل مشاكل، بالعكس انا حرضي الناس وحنرضي الناس كلهم يا شيخ ان شاء الله. في سؤال بيقول لك صراحه امبارح ما حضرت الحلقه، يا ترى هي موجوده على اليوتيوب؟ موجودة وممكن نعيدها لحضراتكم بنفس المكونات وتنزل على الجرافيك ان شاء الله على الشاشة ان شاء الله. ان شاء الله. واي سؤال برضه احنا تحت امركم، مفيش اي مشكلة. طيب سؤال، بيقول لك بنشيد ببرنامج نكهة خاصة لأول مرة، لأنه هو بيفرد مساحة خاصة بالمطبخ لأنه بتكون فترة الطبخ قصيرة. المهم عايزين مسابقة في البرنامج يكون. ان شاء الله. أنا لسه قايل برضه احنا هنعمل مسابقة. هنعمل مسابقة هاشتاج، كل واحدة حتعمل لنا الأكل، حتنظم لنا. هنعمل جوائز برضه. هنعمل جوائز. عايز نشوف غايته. طيب قامت يحيي البرنامج الرائع والتحيه للشيف محمد. دكتور سلام، يا ريت اعرف وجبات مغذيه لمريض فقر الدم الذي والده بيعاني من فقر الدم. ان شاء الله يوم ثاني ان شاء الله هنقدم سلطه البنجر.
البنجر أيوة. عموما هو من اكتر المكونات اللي بتعوض الدم في الجسم بالمناسبه من لونه وطعمه كده حتى العدس. ممكن حضرتك تضيف لنا برضو اضافه دكتوره عن البنجر اكتر في من ناحيه صحيه؟ اكيد. بالنسبه للعدس برضو العدس بيحتوي على نسبه عاليه من الحديد بالمناسبه يا شيف. حتى اي خضروات بتكون لونها اخضر برضو بتحتوي على نسبه عاليه من الحديد. عشان كده انا من الان برضو بنصح يعني اي شخص بيعاني من فقر الدم تناول كميات كبيره من الخضروات اللي لونها اخضر. يعني عندنا الخيار او العجور او البقدونس او الفلفل الرومي، دي كلها بتحتوي على نسب عاليه من الحديد. فان شاء الله حنفرد مساحه او حلقه خاصه بالنسبه لامراض فقر الدم او اطباق خاصه بفقر الدم إن شاء الله. في سؤال طريقه عمل البشاميل. ان شاء الله هنعمل يوم كامل على البشاميل. طبعا بمكوناته بسيطه جدا، هي في مشكله صغيره الا طبعا هنشوفها عملي مع بعض، بس انا هشرحها برضو دلوقتي. في البشاميل بالذات ست البيت بتعاني منها ان هي ساعات زي ما بيقولوا بيكلكع منها كده او بيطلع منها حبيبات. ايوه الدقيق وكده. طبعا احنا بنضيف في الدقيق مع الزبده او الزيت او السمنه اللي انتوا عاوزينها، وبعد كده اهم حاجه معلقه ملح مع الحاجه دي، لان هي دي اللي بتفكك بتذوب الدقيق بمعنى اصح. اوكي. هي لما بتخلوش يخرص كده قطع صغيره. اول مره اعرف المعلومه ان شاء الله. بعد كده نضيف اللبن ونضيف النكهات البهارات اللي احنا بنحبها، طبعا ملح او فلفل بسيط او حاجه زي كده، وبعد كده ان شاء الله يوم بنعملها قدامكم بكذا اكله للبشاميل. لا هو على ضمانتي، لان انا بحب المكرونه بالبشاميل، هتعملها على ضمانتي. نمشي فاصل مع حضراتكم ونرجع لحضراتكم تاني في برنامجنا نكهه خاصه. شوربه. ورجعنا لحضراتكم تاني في برنامجنا الخاص نكهه خاصه، ونرجع ان شاء الله كده. الشوربه يعتبر جهزت خلاص، هننزلها نضربها في الخلاط زي ما حضراتكم شايفين. المكونات كلها استوت مع بعض. خليها تتمزج كويس جدا مع بعض، ما نفقدش فيها الامل، لان كده الخلاط هيخليها ناعمه. ايوه. احنا مش عاوزينها خشنه، دي نكهه ثانيه خاصه بيها. كده احنا الشوربه جاهزه خلاص. كده كويس، هرجعت عن الحله. كده هنرجعها الحله ثاني. كده زي ما انتوا حضراتكم بقت ناعمه، بقت حلوه ظريفه، لذيذه اهي، ظريفه جدا. كده هنبتدي بقى نحضر الشعريه. نشوف بص على المكرونه برضو. شايفين بدات تستوي اهي خلاص، بدات الميه تروح منها، بدات تنشف شويه. هي فيها صوص لكن بيبقى خفيف، ما زي الصوصات الثانيه. ايوه. ممكن بعدين ازيد
في ناس بتحب درجه الحمار يكون او اللي يكون حمر شديد. ممكن تزيد الصلصه الطماطم على حسب زي ما اتفقنا. ممكن ناس بتعملها بالخضار بس، ممكن تستويه مع الخضار بس من غير صلصه من غير طماطم على حسب المستحب. الناس طبعا اللي بيجي لها حموضه دكتوره معلش في معلومه صغيره، في الاكل بالذات احنا لما نكون حاطين طماطم او صلصه او صلصه بنحاول نضيف معلقه بسيطه من السكر عشان ما تعملش حموضه تعادل. ايوه زي ما انتم شايفين حضراتكم بدات خلاص. على فكره المكرونه بدات هي فيها نشا طبعا او دقيق. أيوة. هي بدات تتقاوم تعمل صوص تقيل بتتمازج مع المكونات اللي احنا حاطينها اهي من اللحمه. ايوه بقت كده بالمنظر ده. انا شعريه كده بنسخن خلاص. أيوة. كده نضيف شويه بسيطه من الزيت. نحط عليها الشعريه معلقتين ثلاثه شعريه على حسب الكميه اللي انت بتستعمليها في البيت. نحاول نخليها تستوي كده. تاخد لون بني شديد، تاخد يعني اللون الاحمر البراون اللي هو اللون الذهبي كده. اوكي لان هي لسه هتستوي جوه الشوربه تاني ان شاء الله. ان شاء الله كده المكرونه خلاص قربت. يا شيف انا بدي اكشف لك سر عندي صراحه دائما بعمله. تفضلي. مثلا اذا المكرونه بتكون معي بالشكل ده بقوم بعمل حبه حليب مع شويه دقيق بحطه عليه بتبقى زي المكرونه بالبشاميل. ممكن في ناس بتحط عليها كريمه، في ناس بتحط عليها لبن، في ناس بتضيف شويه دقيق بسيطه وتربطها شويه. ايوه عشان كريمة تكون. وممكن صوص جبنه، ممكن تعملي جبنه وتحطيها عليها. اي حاجه ممكن تتعمل. انت عارف انا بقول على انا طبعا نكهات الاكل بتختلف زي ما بيقولوا ايه النفس في الاكل بيختلف من بيت لبيت. انت عارف انا بقول على شنو في البيت؟ مكرونه بشاميل كذابه. بدأت اهي. ايوه زي ما حضراتكم شايفين بدأت. أيوة. تاخد اللون الذهبي. شايفين؟ شايفين؟ جميل. بدأت تاخد اللون الذهبي الشعرية. الريحة حلوة. وريحتها طبعا لها يعني مذاق خاص الشعرية بالذات. زي ما الاخت سالتنا طبعا ليها هي بتعرفها في المالح بس. ايوه او في الحلويات بس، احنا بنستعملها في كل حاجه في الحلو في المالح في السلطات. دي في نوع سلطه بالشعريه برضو ان شاء الله يومها مع حضراتكم نعملها. كده بقت لونها ذهبي هنحاول ننزلها مع الشوربه. تعالوا زي ما حضراتكم شايفين الشوربه كده. شايفين حضراتكم؟ ايوه شايفين الشكل عامل ازاي؟ ايوه احنا بنحاول برضو نعمل دقه بتاع الثوم بسيطه. قدحه قدحه اللي هي القدحه زي ما بنقول. قدحه قدحه الثوم. نقلب كده الشعريه مع الشوربه. طب نستقبل مع حضراتكم تليفون. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بيك، ازي حضرتك؟ اتفضلي معانا منو؟ مروه محمد. يا مرحبا بيك يا استاذه مروه، اتفضلي. انا من متابعين البرنامج وبحب الطبيخ جدا. احنا سعيدنا ان حضرتك تكوني متابعينا ان شاء الله ونتمنى نكون بنقدم لك افضل حاجه ان شاء الله. اتفضلي. ان شاء الله. الليله ما حصلت لي الفرصه انه اتابع من البدايه، بس عاوزاك تستعرض لي الطريقه بتاعت المكرونه. طيب المكرونه احنا عملناها النهارده بطريقه مختلفه شويه. ما سلقنا المكرونه وعملنا اللحمه المفرومه مع البصل والثوم والبهارات اللي احنا بنحبها في البيت، فلفل ملح نعناع ريحان اوريجانو، ونضيفها مع بعض ونعصج اللحمه كويس جدا. وبعد كده نضيف اللحمة المفرومة نخليها تتعصق وتستوي، نقلبها شوية زي ما شفنا بالمضرب. بعد كده ننزل عليها بالمكرونة عشان هنسويها النهاردة جوه اللحمة المفرومة. ما هنسلق المكرونة وننزلها لوحدها زي ما حضراتكم شايفين بقت تتقل اهي. وبعد كده هنقدمها بالطريقة دي. طب نرجع لحضراتكم تاني كده. احنا بنعمل التوم اهو، هنزلها مع الشوربة. شايفين قوام الشوربة؟ بدأت الشعرية تستوي وتتقل مع الشوربة. نخلي لونها ذهبي كده وننزلها كده برضه. كده الشوربة عندنا جاهزة. شم الريحة دكتورة. جميل. طبعا ده انا احسن جزء عندي في العدس اللي هو اهم حاجة في الاكل الروايح. ايوه بتشهي الواحد للاكل. ما هي الناس تحس ان ما شمها. وديت اللي احنا برنامجنا طبعا هنقدم روايح كتيرة طبعا، يعني اعزائي المشاهدين بنتمنى ان هم يجربوا ويقولوا لنا يعني رأيهم. ايوه كده المكرونة جاهزة والشوربة جاهزة.
نقفل كده على المكرونه خلاص. خلاص طبعا في سؤال جاء برضو من الاسئله يا شيف، قال لك ممكن بدل المكرونه نعمل سباجيتي؟ ممكن، ممكن مكرونه، احنا قلت اي شكل على حسب المستحب في البيت. ايوه احنا بنحاول نقدمها كده بطريقه سهله وبسيطه. نطفي النار عندنا وبعدين كده احنا جاهزين. نشوف طبقنا الخاص الثالث. ايوه الحلو، نغطي ده دلوقتي ونحط ده هنا بالدقه على جنب عشان طبق الحلو كده. احنا اكلنا طبعا خاص يعني خلص في زمن قياسي، وفي نفس الوقت احنا بنقدر نقدمه باسرع وقت. اي واحده ان شاء الله هتحقق الوجبه ديت يا ريت تصورها وتبعتها لنا عشان نعمل هاشتاج. حقيقتها في قد ايه؟ ايوه هنعمل هاشتاج، ممكن الصوره ترفعها وتعمل هاشتاج نكهه خاصه. احنا هنشوف كل الصور الموجوده وهنحدد الصوره الفايزه ونشوف. احنا كمان مش عاوزين برنامجنا يكون نكهه بس، احنا عاوزين يكون الطايم كمان، الوقت بتاعنا يكون بسيط. أيوة. وسريع. أكيد. هنبتدي نشرح مع بعض مكونات الطبق الحلو. احنا زي ما اتفقنا هنظهر مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه المكونات بتاع الطبق الحلو، البسكويت بالكريمه، والمكونات بتاعته بسيطه وسهله جدا. رجعنا مع حضراتكم بعد ما شفنا المكونات على الشاشة. المكونات بسكويت كريمة، لبن، قشطة، الكاكاو او النسكافيه زي ما حضراتكم عاملين بالظبط. احنا هنبتدي ننزل مع بعض بس نضرب الكريمة واللبن، ننزل باللبن بارد كده. وناخد الكريمة كريم شانتيه عادي، ظرف بيتباع صغير، نحط 2 ظرف زي كده. كده ضفنا الكريمه خلاص واللبن، هنضيف معاها القشطه بسيط. طبعا الطبق ده مش للناس السكري، طبعا بعيد عن السكري تماما، بعيد عن السكري لانه طبق دسم. بس انا طبعا يهمنا الاطفال برضو، الناس اللي بتحب اللي بيحبوه، لكن الناس اللي عايزين تتخن ووزنها يزيد ممكن ياكلوا بحرمة، ياكلوا بشراسة كمان. بس ما يدعو لنا ما يدعو علينا انا دكتور. لا لا ليه يا شيف، بالعكس، عشان في ناس هتقول لك لا انت تخنتهم وعملت بالعكس. دي الناس دلوقتي احسن، دي الطرق الطبيعيه من في لزياده الوزن بدل من نحاول نعملها قوامها تقيل شويه. اوكي عشان نقدر نفردها مع البسكويت. نحاول نشغل المضرب زي ما حضراتكم شايفين. هنخلطهم كل المكونات مع بعض. كل طبعا ما بيكون فيه الميه بارده واللبن بارد الكريمه بتبقى قوامها اكتر، بتتقل اكتر، كل ما تتقلب اكتر في المضرب بسرعه اعلى. على فكره في ناس هتستصعب الامور تقول لك لا انا ما عندي مضرب زي ده مش هعمله. ممكن بالمضرب اليدوي العادي. أيوة. بس تضربيه كتير يعني، تحاولي تضربيه كتير، هنتعب ايديكي شويه معلش معانا، بس ايه هتضربيه بس هتاكلي حاجه لذيذه ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين اهوت بدات تتخلط المكونات مع بعض. احنا مش عاوزين قوامها تقيل زي الكريم شانتيه عشان هنقدر نحطها على طبقات على البسكويت، فلازم نخلطها كده كويس عشان قوامها يزيد شويه. لا السرعه دي ما تنفع. كده. على فكره ممكن الكريمه احنا نعملها بكذا نكهه، يعني ممكن تكون بيضه زي ما هي كده، ممكن تكون معاها نسكافيه او قرفه فراوله زي النكهه اللي حضرتك عاوزينها، او زي ليالي لبنان كده. كده شايفين مع حضراتكم الكريمه بدل نضربها كويس.
زي ما حضراتكم شايفين كده بدأت تتخلط كويس جدا، قوامها بدأ يتقل. احنا نهدي المضرب شوية ونجهز البسكويت بتاعنا. هنكسره في ال ننزل بس الخلاط ده تحت عشان نقدر نجيب البسكويت بتاعنا. المكرون هتكون اوكي زي ما احنا قلنا قطع بسكويت عادية جدا. طبعا في ناس بتحب الحاجة مقرمشة، ممكن هنعملها بطبقة كده. وفي ناس بتحب يعني تدي البسكويت شوية مثلا مية بتاعت سكر او كريمة بسيطة عشان تتشرب مع البسكويت يبقى لين. ممكن العلب بتاعت اللي هي بالحليب ممكن نحطها في حليب، ممكن الحليب نفسه. اي حاجة مفيدة ممكن نعملها مع بعض. الطبق ده سهل جدا، ممكن اي ست بنت تعمله سهل بسيط. كده نوقف المضرب. طبق سهل جدا يا شيف. طبق سهل وبسيط جدا جدا جدا. زي ما حضراتكم شايفين القوام هيكون تجيد تخين، قوامه خفيف زي ما حضراتكم شايفين كده اهي في الكاميرا. أيوة شايفين قوامه سهل شويه. عشان تشوف نقلبها كويس كده عشان لو في حاجه تحت نوريهم نوريها على الكاميرا تظهر معاكم اهي. شايفين قوامها خفيف وسهل، مكوناتها بسيطه، كريمه، لبن، لو في قشطه ممكن تضيفي على حسب ما انتوا عاوزين في البيت. كده الطبق اهو جاهز. نبتدي بقى نوريكم طريقه الغرف بتاعته ازاي. هنكب فوق طوارئ عادي يعني. طبعا زي ما اتفقنا احنا ممكن نضيف حاجه بسيطه، ممكن نضيف مثلا كاكاو، ممكن نضيف نسكافيه، ممكن نضيف فراوله مضروبه، اي حاجه بتديكي لون او طعم الاطفال بتحبها او الكبار في البيت نضيفها. كده هنبتدي نضيفها على البسكويت طبقه. شايفين كريمه بدات تنزل عليها تنزل على البسكويت. أيوة. لما بتكون خفيفه زي كده بتنزل عليها بطبقه زي دي بتشربها بتبقى قوامها حلو جدا ومقبوله يعني في الطعم. أيوة. كده ممكن واحد نعمل فيه طبقه تانية من البسكويت لو كسرناها برضه هتكون ظريفه ممكن برضو. بس هو طبعا هو لما بتشرب اساسا لما بيجي يتقطع بالمعلقه بيكون جاهز. زي ما حضراتكم شايفين كده بننزل مع بعض. كده بقت طبقه جاهزه. هنعمل واحد مختلف شويه عشان الناس برضو تشوف طريقه تانية جديده يعني. هنعمل ده ابيض سايل زي ما هو. اوكي والتاني هنضيف معاه كاكاو. التاني هنضيف عليه نسكافيه او كاكاو. اوكي ناخد زي مثلا الكاكاو مقبول شويه طعم النسكافيه اهو كده الكاكاو. ممكن نضيف معلقه بسيطه سنه بسيط من النسكافيه. شكلك هتعمليها يا دكتوره لما تروحي البيت النهارده ان شاء الله. الله اكيد يا شيخ. لا بكره ونقلبها شويه كده. شايفين حضراتكم اللون بقى بيقلب لون الشوكولاته، برده مستحب للاطفال عشان يقدروا يستساغوا الطعم بتاعنا اهو. زي ما حضراتكم شايفين معايا اللون بقى عامل ازاي والطعم. ان شاء الله تعملوها وتقولوا لنا الطعم الجميل وتبعتوا لنا وترسلوا لنا ان شاء الله على ارقام تليفوناتنا والفيسبوك. هيحتاج نضربه تاني يا شيخ؟ ده الطبق الثاني. لا ما محتاج. شايفين حتى مدي درجة لون حبيبات مختلفة شكلها جميل. هنعملها كده. أنا متأكدة دلوقتي الناس اللي بتحب الحاجات في عزم. أيوة الليلة بتتعزم. إن شاء الله الحلقة تنتهي وتدعي لنا وتقول لنا رأيك إيه. كده قبل ما الحلقة تنتهي هدوق منها عشان أوري رأيي للناس. إن شاء الله. كده إحنا بقى ممكن نعمل لها حاجة ظريفة جدا. اللي هي عشان نزين بطريقه جميله الاطفال تقدر تاكلها. طبعا شفت ده بتعجبني بالزينه بتاعتك ما شاء الله. طبعا العين. نستقبل مع حضراتكم تليفون. اتفضلوا. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. ازيك يا شيف؟ مرحبا بيك. ازي حضرتك؟ متعرف بحضرتك؟ معاك صفاء. يا مرحبا بيك. اتفضلي. الله يخليك. صراحه البرنامج جميل واستفدنا منه كثير. الليله اول مره اعرف انه الشعريه ممكن يضيفوها على الشوربة. فبتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله تقدموا إن شاء الله. ويا ريت تجربوا وتقولي لنا رأيك إن شاء الله معانا. نستفيد منها إن شاء الله. الله يخليك. شكرا إن شاء الله. شرفتينا. الله يخليك. يسعدنا مع حضراتكم إن شاء الله.
كده نرجع تاني للديكور، هنعمل ديكور زي ما الدكتوره بتقول بقى، عدتني من موضوع الديكور ده. أيوة والله بنعمل ابسط الشيء على قولنا، زي ما ست البيت بتعمل، عاوزه يعني ايه تعمل حاجه بسيطه وسهله الاطفال تحبها، وفي نفس الوقت العين بتاكل قبل البطن زي ما المثل العربي بيقول يعني. ايوه العين بتاكل برضه، فاحنا هنحاول نزينها بحاجه بسيطه كده، ممكن حتى لو الموز حاجه، الفاكهه المتوفره اي فاكهه موجوده في البيت، احنا بنحاول نعمل حاجه بسيطه وسهله ست البيت تقدر تعملها زي ما حضراتكم شايفين. ونعمل لو في بسيط من النسكافيه كده بنرشها من فوق كده عليه عشان نزيد جمال الطبق، في نفس الوقت يديها نكهه حلوه. ممكن فوطه يا دكتوره بعد اذنك ننزل عشان نبتدي نغرف اطباقنا، نمسح عشان نجهز الطاوله، اذا نمسح مع بعض كده ونجهز مكان التقديم. لازم طبعا اهم حاجه الصوره النهائيه تظهر على سفرتك عشان الناس تشتهي الاكل، زي ما قلنا العين بتاكل قبل البطن. المكرونه نلحق نشوفها قبل ما ايوه كده اشيل الصحن البسكويت، نرفع صحن البسكويت هنا احط على جنب، ممكن نضيف قطعه تفاحه بسيطه نحط كده عشان نعمل تزيين، زي ما قلنا موز تفاح كيوي عنب اي حاجه مستحبه في البيت ممكن نعملها. كده زينا مع بعض، طبعا الدكتوره خلاص دي سهله وبسيطه اهي، لا ما صعبه. انا نطلع مع حضراتكم فاصل ونرجع تاني ان شاء الله في برنامجنا نكهه خاصه. مرحبا بكم، رجعنا لحضراتكم تاني مع برنامجنا الخاص نكهه خاصه، ونبتدي دلوقتي زي ما حضراتكم شفتوا قدمنا الحلو، هنبتدي نقدم الشوربه. كده زي ما شايفين قوامها تقيل، ممكن حطينا فيها الشعريه استوت خلاص، شايفين حضراتكم بقى شكلها عامل ازاي. ممكن بعدها ممكن الشيف الشخص يحدد الكثافه اللي عايزها، الكثافه اللي هو عاوزها، ممكن القوام خفيفه ممكن تقيله على حسب القوام اللي هو بيحبه. اوكي جميل، زي ما حضراتكم شايفين والله شايف حاجه يعني بجد حاجه بسيطه، قوامها جميل ازاي وفي نفس الوقت الشعريه في نفس الوقت عامله شغل فيها حلو. طبعا شايفين هنحاول نعمل اهوت بالراحه جميل كده، ونحاول نحط معاها كريتون هنحط بعدها العيش المحمص زي ما اتفقنا، العيش اللبناني عيش اي نوع عيش انت بتحبيه في البيت، بس طبعا ده من افضل الانواع اللي ما بيشربش الزيت. بنحاول نضيفها كده عليها بسيطه واحده كده، ممكن الثانيه نخليها عاديه من غير عيش على حسب المستحب. أوكي. زي ما اتفقنا جميل. دي كده الشوربه، احنا نغرف طبق مكرونه زي ما حضراتكم شايفين، المكرونه بقت قوامها عامل ازاي. نفس طبقنا ده كده، شايفين المكرونه بقت تقيله ومستويه نعملها كده. شايفين النكهة؟ ايوه الريحة بتاعتنا ونكهتنا الخاصة،
خاص واخضر كده حلو. شيلها الريحه طبعا ما شاء الله. شايف هناخد بقدونس بسيط. ايوه اكيدنا الخاصه ونزينها كده بسيطه، وبعدين ننزل بقطع فلفل صغيره. شايفين حضراتكم بقى طبق المكرونه ما شاء الله يا شيف. ممكن اي حاجه نزين بيها في البيت. شيل مع بعض خلطه المكرونه. نمشي الفاصل مع حضراتكم ونتعرف بالقيمة الغذائية بتاعت الأطباق والمنيو بتاع النهاردة إن شاء الله، ونيجي راجعين مع حضراتكم. نتكلم مع حضراتكم النهاردة برنامجنا نكهة خاصة، مكرونة بتاعتنا بالصلصة واللحمة المفرومة، شوربة العدس بالشعرية، وبسكويت بالكريمة. ونتمنى إن شاء الله تكونوا اتبسطتوا معانا النهاردة، ونشكر حضرتك يا دكتورة النهاردة، وإن شاء الله نتمنى تتابعونا دايما إن شاء الله في برنامجنا الخاص نكهة خاصة. شكرا لكم. مع السلامة عليكم. مع السلامة.